host-rob.com. Emotional Productions. Small prices, من قال انك معتزل انا رج هذه الساحة ومحي منها كل طفل اخو دياب ورجيم موجودين ويد وحدة لمشروع الابادة لاطفال الساحة يكمل من له عندنا اي شي خلي يقرب مننا شوي نكوي اقصامنا كي وانا حي وهو حي هذه الساحة بما فيها نعرف كيف نمشيها سعودي وكويتي يد وحدة واقصامنا نعميها اللي يدور للاهانة ويكون مشهور بزمانة ياخذ مني سبة واحدة وابو دياب معروف جمانة قال هي الطريقة واقف لا حد يجينا مخالف شايفك معنا خايف من قديم هذا التحالف سعودي وكويتي ما هو اي كويتي جاك تيجي ووف يوم ناديته رفع صوته واللي باك تعظيم سلام لو ابو دياب هيا وقفوله خبرني بس وقول لي ايش الرب عندي بلاك اللي ناويني يا شنا طلع بيك لعينا واللي تيجي ووف الساحه من قدرتنا الله يعينا بس نتخيل انا وشنا لا نقرب ولا تقربنا فكر مره انك تغلط لا تتوحد مره معنا اللي ناويني يا شنا طلع بيك لعينا واللي تيجي ووف الساحه من قدرتنا الله يعينا يا غبي انتو يا ازعجتوني بسالفة اعتزالي سالفة طويلة مخبوصة حاولت اطلعها من بالي عديتوني انتو يا خلاص تركوني بحالي كفاية من عشير اللي شفته واللي جرالي تحدي فريستايل بيني وبين صاحب رابر والخسران يعتزل وينسلنا بيوم كان رابر سجلنا الاعتزال ارسلناه بالحال والتحدي ما يزال بس علي حقا بلامال السرطة يا جماعة والله ما نزلت اعتزاله قلت استمر يا اخوي ما له داعي حتى حاله غدر فيني نزل اعتزالي من غير لا ادري فهمت الموضوع باختصار صاح في طلع كتري دخل علي الاسطوره قال لي معقوله ابو دياب هذا حال الدنيا يا روجي خلنا بس احباب قسم علي وحلف خروجه بعدي من الراب والعيون روجي رجعتي والمخطب ياخذ عقاب اللي داويني يا شنا طلع بيك لعينا روجي ذيك الوقت السحاب اللي تركنا الله يعينا بس كنت خير انا وشنا لا نقرب ولا تقربنا فكر مره انك I'm not gonna fuck your mother, 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 I'm not gonna fuck your mother,